الجملة. صباح الخير أحمد. صباح الخير أحلام، صباح الخير مشاهدين الكرام. إذا كما تفضلت أحلام، بناء على مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك ليوم الخميس، انطلقت اليوم عملية بيع التفاح مباشرة من المنتج إلى تجار التجزئة عبر مجموعة أو عبر أسواق الجملة التابعة لمؤسسة ماغرو. اليوم نحن متواجدون في سوق الحطب للخضر والفواكه للجملة طبعا من أجل رصد هذه العملية. يحضر معي مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية تيبازا السيد عبد الغني بنعاس للحديث عن تفاصيل هذه العملية، عن أسعار المعتمدة، عن مصدر هذا التفاح وغيرها. صباح الخير سيدي وأهلا بك. صباح الخير لك ولجميع المشاهدات والمشاهدين. نعم سيدي، إذن اليوم سوق الحطب كان على الموعد مع عملية بيع التفاح مباشرة من الفلاحين إلى تجار التجزئة. حدثني عن تفاصيل هذه العملية، عن الكميات التي تم بيعها أو التي مزمع بيعها اليوم، وعن باقي التفاصيل. شكرا. هي هذه العملية يعني هي العملية ما هي إلا العملية انطلاق ل يعني تنفيذ توجيهات وتعليمات السيد وزير التجارة وترقية الصادرات، كما ذكرت المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي المشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية. اليوم نحن متواجدون بسوق الحطاطبة، لسوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة، للإشراف على انطلاق عملية البيع المباشر للفلاحين والمنتجين لمادة التفاح اللي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاع محسوس وغير مبرر لأسعارها، خاصة ونحن في يعني في عز موسم الجني. إذا هذه الإجراءات تأتي دائما للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، أيضا لضمان استقرار سوق المنتجات الفلاحية. اليوم هذه الفضاءات اللي تابعة لشركة ماغرو، يعني هذا تخصيص فضاءات على مستوى أسواق الجملة، ماهوش فقط سوق حطاطبة فقط، وإنما يعني كل أسواق الجملة التابعة لوزارة التجارة أو لشركة ماغرو، هي اليوم راهي مخصصة فضاءات للفلاحين والمنتجين اللي نشطوا في مختلف الشعوب. واليوم نتكلموا على شعبة التفاح، اللي هذه الفضاءات اللي هي فضاءات يعني مجانية، وحتى الدخول لهذه الأسواق راهو مجاني، يعني لضمان دائما أسعار معقولة وأسعار تستجيب للقدرة الشرائية للمواطن. بحديثك عن الأسعار، ما هي الأسعار المعتمدة اليوم في سوق الحطاطبة بالنسبة للتفاح طبعا؟ نعم، هي بالنسبة للأسعار يعني على الأقل للمتداولة على مستوى الفضاءات المخصصة لهذه العملية، يعني رأيت تتراوح بين 80 دينار حتى 100 دينار بالنسبة لي يعني للنوعية المتوسطة. بالنسبة للنوعية الممتازة أو الجيدة راهي تتراوح بين 180 إلى 220 دينار للكيلوغرام، يعني هي يعني مقارنة مع يعني ما هو ملاحظ يعني خارج هذه الفضاءات، يعني هي أسعار جيدة وجيدة جدا. شيء آخر أنه خصصنا فرق اللي راح ترافق تجار التجزئة اللي راحوا يقتنوا هذه المادة، راح ترافقهم وأيضا تسهر على تطبيق أسعار دائما معقولة وأسعار يعني تضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال البيع المباشر لهذه المادة، ومن خلال أيضا متابعة مسار هذه المنتوجات على مستوى السوق. إذا هناك فرق اللي راهي مسخره لهذه العمليه لمرافقه التجار التجزئه والوقوف على احترام يعني هوامش ربح يعني اللي تسمح للمواطن انه يقتني المنتوج باسعار معقوله وتحافظ على قدرته الشرائيه وتحافظ دائما على استقرار السوق. هذه العمليه ماهيش يعني انطلاقه فقط، وانما هي ما هي الا بدايه للعمليه. إذا رايحة تكون عمليه موسعة، عملية تشمل كل الأسواق، والأساس في هذه العملية أن الأسعار رايحة كما راكم تشاهدوا يعني أسعار يعني أسعار يعني مقبولة ومعقولة جدا، إضافة إلى أنه شيء اللي نشاهدوا عليه أيضا هو أنه جودة المنتوج يعني خاصة بالنسبة للنوعية الممتازة يعني منتوج يعني ذو جودة عالية اللي يعني بأسعار تاع 180 إلى 220 دينار، يعني هي أسعار يعني جيدة وأسعار تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن.
ما هي الكميات التي تم جلبها اليوم وما مصدر يعني هذا التفاح؟ من أي ولاية قدم؟ شكرا. هي بالنسبة على الأقل اللي حضروا معنا اليوم كاين يعني 10 فلاحين منتجين متخصصين في هذه الشعبة من ولايات مجاورة، من بوليدة، من المدية، من عين الدفلة. كاين ايضا ولايات اللي راهي معروفه بتخصصها الفلاحي في هذا المجال، على غرار باتنا، على غرار سيدي بالعباس، اللي هي كلها ولايات متخصصه في مثل هذه المنتوجات. يعني الكميات كميات كبيره، يعني كبيره وكبيره جدا اللي دخلت هذه الصبيحه، يعني لانه عمليه البيع كما تعرفوا في اسواق الجمله تبدو الصباح الباكر، دونك كنا حاضرين يعني منذ الساعات الاولى. الكميات كبيره وكبيره جدا. الاسعار ناكد فقط على الاسعار، انه الاسعار يعني معقوله ومعقوله جدا، وتضمن دائما الحفاظ على قدره المواطن الشرائي. نعم، شكرا السيد المدير. إذا كما تفضل السيد المدير، سيتم بيع كميات معتبرة قادمة من ولايات الوسط على غير البوليدة وولاية المدية بأسعار تتراوح بين 80 دينار إلى 220 دينار، أو 8000 سنتيم إلى 220 ألف سنتيم. إذا شكرا السيد المدير. سيلتحق الآن بعد معنا أحد الفلاحين للحديث عن هذا المنتج. شكرا السيد المدير. إذا يلتحق معنا الفلاح، يلتحق معنا الفلاح للحديث عن هذه الموضوع. صباح الخير سيدي. صباح النور خويا. إذا ربما اليوم أنت كفلاح تم توفير هذه الفضاءات من أجل بيع التفاح مباشرة إلى تجار التجزئة، أنت يعني ما رأيك في هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا؟ الإجراءات في متناول الجميع، ويكون إن شاء الله بهذه الإجراءات يتم بيع التفاح بالإنتاج الوفير. كون كما اليوم كان من 80 دينار إلى 220 دينار في متناول الجميع، يستطيع أي مستهلك شراء التفاح. أنتم من أي ولاية قدمتم؟ احنا جبنا التفاح من ولاية بلعباس، وكفراه في غرف التبريد في ولاية المدية. شحال الكمية اللي جبتوها اليوم؟ جبنا حوالي في المربع لنا حوالي 30 قنطار من التفاح. والأسعار اللي راكم تبيعوا بها اليوم؟ نبيعوا من 80 دينار إلى 220 دينار. يعني راك تشوف أنه هذه الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة هل راح تحمي المنتج أنتم كمنتجين، وراح تحمي حتى المستهلك؟ الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة راهي جت في متناول الجميع، ما يكون السعر مرتفع ولا منخفض، بهذا السعر يكون لفائدة المستهلك والمنتج. يعني سيدي علاش يعني في ميزك لماذا الاسعار ارتفعت؟ عند المنتج رانا نشوفوا اسعار منخفضه، لكن عند المستهلك راهي توصل باسعار مرتفعه، ربما لماذا؟ ما هي الاسباب اللي خلت الاسعار ترتفع؟ ارتفعت الاسعار، كانت في ما كانش وقت المنتوج، كانت مرتفعه، كان المنتوج قليل. بالنسبه للايام هذه راه الانتاج كاين وفير، وراه غرف التبريد تغير لون التفاح، كان ازرق في غرف التبريد يذهب الى اللون الاصفر، يخرج هكا الفلاح يقدر يخرج للسوق، اي ما كانش كاين كميه اللي تخرج. شكرا. عنده مده هو باش يصفر التفاح في غرف التبريد. شكرا. اذا عوده اليكم احلام. اذا كما لاحظتم هناك كميات معتبره ستصل تباعا بدايه من اليوم 12 اكتوبر إلى غاية نهاية موسم إنتاج التفاح. الأسعار ستكون في متناول الجميع، هذا يعني ما لدينا اليوم. شكراً. في انتظار مزيد من المعلومات سيتم رصدها لاحقا. جزيل الشكر لك أحمد.